ينتقد رئيس أن جمهورية التغيير، إذا بدأ بالمشاركة لأنني أنا حاب يشارك شخصيا حاب مقتنع يكون بأن وزير أو التغيير يبدأ من القمة. ده في رأيك التغيير يبدأ من القمة؟ التغيير يبدأ من القمة، بتغيير القمة أو بتغيير ما يجب تغييره في القمة، ومن القمة بعث مشروع لمحاولة تغيير ما يجب تغييره على مستوى القاعدة. لأنه يقول لك مواطن بسيط، يقول لك هو ما حبه هكذا. حتى في أمور عادية وبسيطة، تتحدث عن الأرصفة، عن النظافة، عن الممارسات اليومية، عن يقول لك هو ما حبه هكذا. لا، أنا أقصد هذه هي الأمور الكبيرة حفيد، لأنه إحنا الفكر الجزائري تقريبا، وهذا واقع نعيشه يوميا. الصحفي لما يبدأ حفيد في الجزائر صراحة يحب يكتب في الرئيس، ويحب يبان في التلفزيون في أول حد. إحنا عندنا هذا الفكر، لكن علاش ما نمارسوش؟ لما علاش قلت مفهوم الدولة الوطنية؟ معناتها الدولة فيها الكثير من الأشياء، فيها بلديات، فيها أرصفة، فيها نظافة، فيها، معناتها علاش إحنا نروحوا مباشرة للقمة؟ الوزارة، الوزير الأول، الحكومة، الرئيس، الجيش، معناتها هذه المؤسسات حقيقي لازم نتحدث في الأمور. لكن إذا كان الكل حافظ، تخيل أنه كل نخبنا تروح للقمة وتتحدث في الجيش مثلا وفي مؤسسات الرئاسة، شكون يهتم بالبقية؟ شكون يهتم بالجامعات والبلديات؟ إذا راحت للقمة بصفة عفوية، فهذا يعني بأنها تدرك بأن الخلل موجود في القمة. بصفة عفوية راحوا كلهم للقمة. أما تتم تتحدث عن لا، هذه نمطية، عن رئيس بلدية، مع علاش البعض يشوف أن اليوم نتحدث على الوزير السابق، وزير الصحة السابق والسكان سيد أبركان، هو رئيس بلدية في الخروب. هل تعتقد بأنه بإمكانه أن يفعل شيئا؟ لأن وزير واحد، تخيل حفيظ عندنا وزير واحد فقط ليصبح رئيس بلدية. إحنا الجزائريين نعتقد أنه رئيس بلدية بهذا المفهوم، أنه منصب ربما لا يليق بالنخب، لا يليق بالناس، لأنه فكرنا فيه خطأ حفيظ. من ميع فكرة رئيس؟ من ميع نبل منصب رئيس بلدية؟ ليس المواطن البسيط. هناك تمييع كبير جدا للكثير من المناصب والكثير من المواقع والكثير من المهن. الآن صار من يملك موقع في البرلمان أهم من كل شيء. التغيير هذا هو التغيير، غير الأفكار أيضا حفيظ. أنت تقول من مسؤوليتي ولا مسؤوليتك؟ لا، مسؤولة النخب. النخب لازم تساهم في هذا المشروع الكبير. طيب حفيظ، ما شوف، قلت تساهم بطريقة غير مباشرة، قلت تساهم. هل دعيت النخبة إلى المساهمة؟ هل هناك احترام لهذه النخبة لكي تساهم؟ هناك الكثير من الإقصاء النخب لهذه النخبة. تدعى حفيظ، انت ما دعوكش حتى كتبت مقالات في السياسة حفيظ، علاش ما كتبتش مقالات مثلا في الرياضة؟ علاش ما كنا ننتظر منها؟ نعود لهذه النقطة.